حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصغاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيعي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سفيان عن أبي سلمة عن الربيعي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض وهو يشك في السادسة قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال عبد الله قال أبي أبو سلمة هذا المغيرة بن مسلمين أخو عبد العزيز بن مسلمين القسملي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا سفيان الثوري عن أبي سلمة الخراساني عن الربيعي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن أحمد قال وحدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي حدثنا يحيى بن يماء عن سفيان عن مغيرة السراج عن الربيعي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب وهذا لفظ المقدمي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلمين وحدثنا عبد الله حدثني عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد العزيز بن مسلمين عن الربيعي بن أنس في حديثه حدثنا الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري حدثنا عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيعي بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى أنجل كسوفها. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن فقال لهم أبي بن كعب
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى وهو رب العرش العظيم. ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به: بالله الذي لا إله إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تبارك وتعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. قالهن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجم. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: قل هو القادر، فذكر نحوه وقال في حديثه: الخسف والقذف. حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمين الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قدما من الكوفة حدثنا أبو نميلة حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن الربيع بن أنس حدثني أبو العالية عن أبي بن كعب أنه أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون وأصيب من المهاجرين ستة وحمزة، فمثلوا بقتلاهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. حدثنا عبد الله حدثنا هدية بن عبد الوهاب ومحمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا قال: مع كل صنم جنية. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن يعقوب الزبالي حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. قال: جمعهم فجعلهم أرواحا
ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا أعلم أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ربي لولا سويت بين عبادك قالا إني أحببت أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله عيسى ابن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فيها